مشاهدي ومتابعي لايف وستريمينغ الخاص بالاتحاد القطري لكرة اليد عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، اهلا وسهلا بكم في بداية هذا النقل الفوري والمباشر لقمة الجولة السابعة للدوري القطري بين نادي التحيل والعربي. قلت القمة تعني الكثير هذه المباراة بعد فترة التوقف التي عرفتها هذه القاعة، قاعة التحيل الرياضية، في ظل المشاركة المونديالية لمنتخب العنابي خلال كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في القاعات الدنماركية والألمانية، والعنابي ينهي تلك البطولة في المركز 13. إذن تعود الروح لهذه القاعة وتستأنف نشاطها وفعاليتها من خلال هذا القسم الثاني للدوري القطري لكرة اليد، وهنا التعادل من رمية 7 أمتار. إذن هدف لهدف مع انطلاقة اللقاء بين التحيل والعربي. نعطي تشكيل الفريقين في البداية. ونادي التحيل 3 محمد سليمان ملاح، 4 أحمد نادر صالح، 7 أحمد محمد مددي، 8 خالد حمد علي، 9 رافائيل داكوستا كابوتي، عبد الرحمن طارق شعبان، 10 12 دانييل ساريتش، 16 بلال لبنيكا، محمد نصيب المحشبي، 18 19 أمين النور الدين كحيس، 21 عمر جلول ذياب، 22 على الدين نبيل بن راشد جوفان جافيتش، 27 29 وائل المنصف الشتي، عبد الله حافظ رمضان حامل قميص 77. بالنسبة لتشكيل العربوي، علي جربة في حراسة المرمى 1 4، محمد وليد 8، نيكولا ميلوزوفيتش، فواز عبد الله 10 14، باسل عوض، رضوان حمد 15 17، معتصم عبد الواحد، ثامر هاشم 18 19، اسماعيل حمد 20، غانم مبارك، حسين مراد 22 55، مصطفى علي 90، هاني مروان 96، محمد هاني 23، حسين مراد والمحترف الجديد إيفان الماتلس حامل قميص 7 في التشكيل العربي، 16 حمد علي. إذن 3 دقائق مرت على انطلاقة هذا اللقاء، والتعادل هدف مقابل هدف. قلت هذه الجولة، الجولة السابعة، تأتي بعد فترة توقف بالنسبة للدوري، دامت أكثر من شهر ونصف الشهر. مباراة مثيرة، مباراة رفع الستار عن هذا الأسبوع، انتهت منذ قليل بفوز العملاق الوكراوي متصدر الترتيب العام على حساب نظيره الأهلاوي 27-23، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم بفارق هدفين لمصلحة الوكرة 14-12. تقريبا في الشوط الثاني شاهدنا محاولات متعددة للأهلي من أجل العودة في النتيجة، ونجح في تقليص الفارق إلى غاية هدف وحيد قبل أن تنقلب الأوضاع مرة أخرى ويصب الفوز لمصلحة الوكرة 27-23. كما قلت، هذه هي نتيجة المباراة الأولى. قطر والشمال يلتقيان الآن في الصالة الفرعية، وهذه هي المباراة الثالثة المبرمجة لهذا اليوم، التحيل العربي. الريان والسد كذلك مباراة أخرى ستدور انطلاقا من الساعة 6:30 مساء في القاعة الفرعية، ومباراة زدان الستار على فعالية هذه الجولة ستجمع الغرفوية بالخور. هذا هدف وارتقاء ممتاز من هاني مروان كاخي، بهذه الكيفية ينجح في إحراز الهدف الثاني للعربي، ويغالط العملاق دانييل ساريتش عملاق حراسة المرمى العالمية حقيقة بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد،
وتمنح العربي أول تقدم له وأسبقية له منذ انطلاقة هذا اللقاء. إذن كما قلت تقريبا 4 دقائق 22 ثانية. هنا تشير اللافتة الخاصة بهذه الصالة. نؤكد معلومة بأنه مباراة الوكرة والأهلي أدارها طاقم تحكيم كويتي. نعم شاهدنا في القسم الأول أطقم تحكيمية عمانية ساهمت في إدارة وتسيير العديد من المباريات هنا في الدوري القطري، والآن مع رفع الإيقاف عن كرة اليد الكويتية كذلك يتم الاستعانة بطاقم تحكيم كويتي من أجل إدارة بعض المباريات. وعلى ذكر الكويت كذلك نذكر بأن البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري ستنطلق في الشهر المقبل، تحديدا في يوم 20 من ذلك الشهر. وطبعا أندية عملاقة ربما قد تكون أقوى بطولات وأقوى النسخ لتلك المسابقة، بما أنه أسماء كبرى ستشارك في هذه البطولة، وتحديدا 14 فريقا في المجموعة الأولى. مشاركة من شرق القارة دراغون الصيني رفقة مذر السعودي أحد الأسماء البارزة في هذه البطولة، والصداقة اللبناني. في المجموعة الثانية الجيش السوري، مسقط العماني، والوكرة القطري أحد كذلك أبرز الأسماء المراهنة على ذلك اللقب الآسيوي. المجموعة الثالثة الكويت الكويتي، الكرخ العراقي، الهند الهندي الذي شاهدناه نظم بطولة النسخة الماضية، ورقم صعب آخر في هذه البطولة إنه باربار البحريني. في المجموعة الرابعة والأخيرة نادي تحيل وصيف المسابقة في النسخة الماضية، الأهلي الأردني، الشارقة الإماراتي، وكاظمة الكويتي. 3-3 على مستوى النتيجة مع مرور 6 دقائق على انطلاقة نصف اللقاء الأول، وهذا هدف رابع والأسبقية مجددا لمصلحة العربي. هدف عن طريق الجناح إسماعيل حمد ينجح في مغالطة الحارس دانييل ساريتش ويمنح الأسبقية إذن للكتيبة العربوية. طبعا من المنتظر أن تكون فترة جس النبض طويلة نوعا ما في بداية كل مباريات هذه الجولة، بما أنه اللاعبين نسبة مئوية كبيرة باستثناء طبعا الذين كانوا يتواجدون رفقة المنتخب القطري في المونديال. طبعا قلت الكثير من الأسماء كانت غائبة عن القاعات وغائبة عن المنافسات والمباريات الرسمية. 4-4 والبحث عن لاعب الديرة باسل عوض، ما شاء الله رغم التقدم في السن هذا اللاعب ما زال يقدم الكثير، وشهدنا أداءه في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بضحية سقيط الزيت أحد الضواحي التابعة لمدينة صفاقس عاصمة الجنوب هناك في تونس. الكرة الآن عربوية ومحاولة إذن لاختراق الدفاعات التحيلية. معتصم عبد الواحد في قيادة هذا الهجوم، والجناح يعجز هذه المرة في مغالطة الحارس دانييل ساريتش. ثبات لكن بكيفية غريبة تضيع هذه الكرة. هاني مروكيخي يحاول اللعب بسرعة في هذه العملية وتعود مرة أخرى، لكن يطلب التريث الآن. نعم مع عودة سريعة للاعبي نادي تحيل يطلب هاني مروكيخي التريث في تنفيذ هذه الهجمة، وطبعا المحافظة على التوقيت الزمني لهذه الهجمة مع اقترابنا من مرور ثلث شوط المباراة الأول. معتصم عبد الواحد في محاولة فردية لباس العوض والخطأ موجود. نعم تعود برمي 9 أمتار والحكم علي اليزيدي الحكم الدولي الذي أدار نهائي بطولة العالم الشاطئية لكرة اليد في 3 مناسبات رفقة يوسف الهيل، هو الذي يقوم بتسيير هذه المباراة، حكم صاحب خبرة في هذه اللعبة. الكرة الآن لنادي العربي يجد بعض الصعوبات في اختراق الدفاع المنافس. تعود برمي 9 أمتار مع وجود الخطأ في التنفيذ. لاعب الدائرة باسل عوض إلى هاني مروان، المتابعة موجودة من الدفاعات التحيلية. مرة أخرى باسل عوض إلى محاولة التسديد من المحترف الجديد إيفان الماتلاس. الكرة الآن لتحيل عن طريق علي الدين بن راشد، الخطأ الهجومي موجود وتعود الهجمة إلى العربي.
حتى اللحظة لازلنا ننتظر في أداء ممتاز من إيفان نواتلاس، هذا المحترف الأجنبي الجديد في التشكيل العربوي. تقريبا شاهدنا الكثير من الأسماء القادمة ومن الأجانب الذين قدموا الكثير في كرة اليد القطرية، لكن أحيانا هناك نقاط استفهام بشأن بعض اللاعبين القادمين تحديدا من منطقة البلقان. يعني أحيانا نشاهد مردود غريب في منطقة تعج بأسماء لامعة في لعبة كرة اليد، في منطقة تعشق هذه اللعبة. عند الحديث عن صربيا، مونتينيغرو، البوسنة والهرسك، هذه تسديدة والتصدي رائع من دانيال ساريتش، محاولة عكس الهجوم ثم يخير التريث في هذه الهجمة. 10 دقائق أولى في عمر شوط المباراة الأول، إذن الكرة لنادي التحيل. رويدا التحيل الآن في هذه الهجمة بعد ما حاول اللعب بسرعة في اللحظات الأخيرة وفي الثواني الأخيرة، لكنه لم ينجح في استعادة الأسبقية التي أخذها في الدقيقة الأولى. وهذا الهدف جميل جدا، هذا الهدف عن طريق جبل، الكرة إلى العربي، قوية تسديدة أيضا، يغالط دانيال ساريتش، ينجح حمد علي إذن في مغالطة الحارس دانيال ساريتش وتعديل الكفة 5-5. الكرة الآن لمصلحة نادي التحيل في هذه السالة المونديالية، هذه السالة العالمية التي احتضنت عمالقة كرة اليد العالمية خلال مونديال 2015. دفاع عربوي متماسك، لكن التنبيه من طاقم التحكيم، الخطأ موجود وتعود برمية 9 أمتار. تسديدة قوية، علي جربة في التصدي الأول، لكن الثانية المتابعة كانت ممتازة، ممتازة المتابعة أيضا، وينجح التحيل في استعادة الأسبقية 6-5. الكرة عربوية الآن. كنت قدمت برنامج هذه الجولة السابعة أن السقف سيرتفع في قادم الأيام، طبعا بما أنه سيصبح الدوري يقام على جولتين كل أسبوع، يعني يومي الاثنين والخميس بانتظام. أسبوع الجولة الثامنة والأسبوع الثامن سيقام يوم الاثنين المقبل، 5 مباريات بطبيعة الحال، وباعتبار الأندية 10 المشاركة في هذه البطولة. الغرافة قطر، الأهلي يواجه الشمال، الريان التحيل، الوكر العربي، والسد يلتقي الخور. هذا هو البرنامج الوقت لهذا الدوري، في حين نذكر بأنه الترتيب حاليا وبعد انتصار الوكرة، الوكرة في رصيد 21 نقطة وتحيل ب 17 نقطة في الملاحقة، السد 13 نقطة والعربي كذلك 13، يتقاسمين المركز الثالث، وكلاهما يرنو طبعا لتقليص الفوارق أكثر والاقتراب من القمة، من كوكبة الصدارة. 6-5 تضيع الهجمة الأخيرة للنادي العربي. والكرة الآن لنادي التحيل العربي الذي خسر في الجولة الأخيرة لبطولة كأس الاتحاد، البطولة التنشيطية التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، يعني كان متصدرا للترتيب العام لتلك المسابقة، وفي آخر الجولات خسر أمام ملاحقه المباشر الأهلي في مباراة مثيرة منحت الأهلوية اللقب، ليتمكن الأهلي إذن من التتويج بأولى ألقاب الموسم الحالي لكرة اليد في انتظار
مسابقة الدوري المحلي أغلى الألقاب. 6-6 التعادل، والهجمة الآن لنادي التحيل. البحث عن الأجنحة، علي تجاربة يمتاز في هذه الكرة ويتصدى بروعة ليمنح زملائه إمكانية خطف الأسبقية. حتى اللحظة مع انتصاف شوط المباراة الأول، مد وجزر طبعا في النتيجة، شاهدنا تحيل يخطف الأسبقية أحيانا وأحيانا أخرى. نشاهد العربوية في صدارة المشهد. الكرة الآن للكتيبة الحمراء والبيضاء. معتصم عبد الواحد كالعادة في تنسيق الهجمات، بلاي ميكر العربي، وكما قلت في انتظار مردود أفضل للمحترف الجديد في التشكيل العربي. الحديث عن إيفان الماتلاس. مرة أخرى الكرة تعود إلى الكتيبة العربوية. 15 دقيقة مرت على انطلاقة شوط المباراة الأول. معتصم عبد الواحد في تمرير إلى باسل عوض لعب ديرو. جميل هذا الهدف، جميل من باسل عوض، يمنح الأسبقية للعربي. 7-6 وتعود الكرة لتحيل. الرد السريع من الجناح في الزاوية 90، ممتاز الكرة الأخيرة والتعادل 7-7. سبعة سبعة إذن، مباراة حماسية حتى اللحظة، مباراة مثيرة في أطوارها. لا توجد تلك الفوارق وطبعا الترشيحات المسبقة في هذا الدوري. طبعا الحديث كلما كان الوكرة أو التحيل طرفا في اللقاءات، كلما كان مرشحا بارزا وفوق العادة من أجل الانتصار في مبارياته. الخطأ موجود، نعم يعلن الحكم الخطأ لمصلحة إيفان الماتلاس في الكرة الأخيرة. تدخل قوي، تدخل بالساق على إيفان ماتلاس، محاولة التسديد قوية. هكذا يفرق الأجانب في التشكيل، بمثل هذه التسديدات نفهم بأنه اللاعب المحترف بإمكانه أن يقود قاطرة فريقه، بإمكانه تقديم الأفضل، وبإمكانه كذلك تكذيب الترشيحات المسبقة بشأن أنه تحيل سيكون في طريق معبد نحو تحقيق الانتصار في هذه المباراة. الكرة الآن لنادي تحيل ودخول للبلاي ميكر المحجبي، يستنجد بي المدرب الفرنسي طبعا، المدرب الجديد لنادي التحيل. وهذه الهجمة، المتابعة ممتازة حقيقة، ضاعت الهجمة في البداية لكن المتابعة أكثر من ممتازة من اللاعب علي الدين بن راشد في هذه الكرة الأخيرة، وينجح في تعديل الأوتار. 8-8 إذن. الكرة الآن لنادي التحيل، ممتازة الكرة الأخيرة، ممتازة من إسماعيل حمد، ينجح في إعادة الأسبقية للعربي. التصدي من الدفاعات العربوية واحتجاج ربما على القرار الأخير. حتى المدرب الجزائري للنادي العربي كان يحتج على الكرة الأخيرة وكان يطالب. نعم تعود الكرة إذن للعربي بسرعة. هاني مروان كاخي، محاولة اللعب بسرعة لكن الدفاعات الثابتة دفاعات التحيل. خطأ هجومي، ولو أنه اللاعب حمد علي يقول أن الكرة لم تخرج في هذه العملية الأخيرة، ووقت مستقطع إذن بطلب من المدرب الفرنسي الذي سبق له تدريب المنتخب التونسي. إذن أسماء كبرى تمر بتكة نادي التحيل، مدربون من العيار الثقيل، أسماء كبرى
تتواجد دائما في تلك الدكة. فريق ولد كبيرا وولد من أجل المنافسة على الألقاب فقط لا غير. التقدم عربوي 9-8 لنادي تحيل. أكيد بأن التعليمات في هذه اللحظات بالنسبة للمدرب الفرنسي لنادي تحيل تصب في كيفية خطف الأسبقية والابتعاد بفارق هدفين أو 3 قبل الدخول إلى حجرات الملابس، لأنه التقارب في النتيجة حتى اللحظة وإن استمر إلى غاية الأنفاس الأخيرة من عمر شوطة لمباراة الأول قد يحفز لاعبي العربي لتحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة أكثر في بقية أطوار اللقاء. استئناف اللعب الآن والكرة للمحش بصانع لعب لنادي تحيل. التسديد ينجح، ينجح في إحراز الهدف 9، هدف التعادل لمصلحة نادي تحيل. إذن 9-9، قلت النتيجة تكفل لنا حتى الآن أن نتابع مباراة مثيرة في لحظاتها الأخيرة، لكن ما زلنا ننتظر ما الذي سيقدمه الفريقان في بقية الأطوار. معتصم عبد الواحد بلاي ميكر العربي في قيادة الهجمة إلى ماتلاس المحترف والأجنبي الجديد في التشكيل العربي والمطالب بتقديم الكثير خاصة في هذا القسم الثاني. هاني مروان كاخي ممتاز في محاولة التوغل، لكن تمريرة كانت بدون عنوان طبعا في ظل المتابعة والمحاصرة اللصيقة من الدفاعات التحيلية. مرة أخرى معتصم عبد الواحد، تسديدة قوية لكن سهلة جدا. الفاست بريك لنادي تحيل، محاولة الرد السريع، الخطأ موجود نعم، ورمية 7 أمتار في هذه العملية الأخيرة لمصلحة نادي تحيل. وتشاور بين حكمي المباراة من أجل اتخاذ قرار الاستبعاد بدقيقتين إذن لهاني مروان كاخي في هذا التدخل الأخير، وفرصة لنادي تحيل من أجل خطف الأسبقية. قل التلاعب المد والجزر بنتيجة هذا الشوط الأول، تارة يتقدم تحيل وتارة أخرى العربي يخطف صدارة المشهد. يتقدم إذن عبد الله حافظ رمضان لتنفيذ هذه الرمية أمام الحارس علي جربة. التسديد لمس الكرة علي جربة لكنها ولجت الشباك وتعود الأسبقية لنادي تحيل مرة أخرى مع مرور ثلثي توقيت شوط المباراة الأول ودخولنا في آخر 10 دقائق في نصف المواجهة الأولى. الكرة الآن لمعتصم عبد الواحد وإقحام للاعب فواز عبد الله. الآن يتم الاستنجاد بخدماته كذلك. طبعا المدرب الجزائري اتعظ من دروس كأس الاتحاد التي أقيمت طبعا في شهر ديسمبر. فريقه قدم الكثير في تلك البطولة، انتصر في جل مبارياته إلا المباراة الأخيرة، مباراة التتويج. قادم الأهلي ليختف اللقب وغير كل المعطيات هنا في نفس الصالة، صالة تحيل الرياضية المونديالية. الكرة ستعود برمية 9 أمتار وطبعا تدخل قوي واستبعاد بدقيقتين. إذن كلا الفريقان منقوصان عدديا في هذه اللحظات، ولو أن المدرب الجزائري يغامر ويقوم باستبدال حارس المرمى بلعب إضافي في العملية الهجومية، سلاح ذو حدين طبعا مع تغيير القوانين الدولية. وهذا الهدف ينجح، الحد الإيجابي لهذا السلاح يمنح الهدف 10 للعربي ويمنح التعادل الآن.
مع تبقي 9 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. الكرة الآن لنادي حيل، يقوم المدرب الفرنسي الجديد لنادي حيل بإقحام جوفان جافينش في هذه اللحظات. طبعا النتيجة والرياح لا تجري بما يشتهي هذا المدرب الفرنسي الجديد، نتيجة متقاربة حتى اللحظة، يعني قام بإقحام المحجبي. هذه محاولة قد تكلف الحارس علي تجربة الكثير، بما أنها قد تمنح الأسبقية بفارق هدفين أول مرة منذ انطلاقة المباراة لمصلحة نادي تحيل، وتحيل لا يرحم إذا تقدم بفارق الهدفين. سيحاول طبعا الذهاب رويدا رويدا نحو توسيع الفارق والدخول إلى حجرات الملابس بفارق مطمئن بين معقفين نقولها، بما أنه المردود الذي قدمه العربي حتى اللحظة في هذه الدقائق الأولى يبشر بخير بالنسبة لهذا الفريق في بقية المشوار. علي جربة في التصدي يتألق مرة أخرى، وان مان شو من علي جربة، عروث برجوية من هذا الحارس في هذه اللحظات، لكن الكرة تعود لمصلحة نادي تحيل. إذن مع تبقي أقل من 8 دقائق على نهاية الشوط الأول وإيقاف للعب الآن، مطالبة بتغيير الكرة طبعا. جوفان ورمي 9 أمتار، تنفذ الكرة الآن. المحجبي في قيادة وصناعة الهجمات لمصلحة حامل لقب نسخة الموسم الماضي نادي تحيل، وصراع حامي الوتيس مع الوكرة طبعا في ذلك الموسم، ويتكرر مبدئيا نقولها في هذا الموسم، ولو أن الوكرة يضمن مجددا الصدارة بمفرده قبل ختام مباريات هذه الجولة، بما أنه حقق الانتصار في رفع الستار في أمام فريق الأهلي. وتحيل طبعا في الملاحقة، وتايم أوت بطلب من المدرب الجزائري للعربوية. 12-10 كما قلت، الفارق يتسع لأول مرة إلى هدفين منذ انطلاق هذه المباراة. حذاري لي من كل من تسول له نفسه بأن يقدم مباراة كبيرة أمام تحيل أو الوكرة، بأن يضيع مثل هذه الفرص وأن يفسح المجال لمثل هذه الفوارق خاصة خلال الأشواط الأولى من المباريات. حذاري، لأنه كلا الفريقان من خلال الأسماء الرنانة ومن خلال النجوم اللامعة التي يضمها في صفوفه لا يريد التهاون ولا الاستسهال في المنافسة على نقاط المباريات. والصافرة الصالة تأمر وتعلن استمرار اللعب الآن. 12-10 الكرة للنادي العربي. طبعا قلت الفارق أصبح لأول مرة فارق هدفين، يعني أكيد بأنه في هذه اللحظات وفي هذه الكرة بالتحديد الأمور النفسية ستسيطر على هذه العملية بالنسبة للعربي، بما أنه يعلم جيدا بأنه في صورة إذاعتها هذه الكرة ستكون ثمينة وثمينة للغاية بالنسبة لنادي تحيل، مع بداية العد التنازلي لنهاية نصف المباراة الأول. الكرة الآن إذن للعربوية، إيفان الماتلاس، إيفان الماتلاس إلى معتصم عبد الواحد، التسديد ينجح معتصم عبد الواحد في مغالطة إذن الحارس، ويقلص الفارق إلى هدف 12-11. المحجبي محاولة التمرير بلقطة فنية، بحث عن الفرجة أكثر من الواقعية في إنهاء هذه الهجمة، والبطاقة الصفراء تشهر في وجه اللاعب المحترف إيفان ماتلاس. تعود الكرة لتحيل، المحجبي
من جديد بلاي ميكر التونسي الى جوفانش، ماشي بالكرة، تعود الكرة لمصلحة العربي، محاولة الهجمة المعاكسة السريعة، لكن الدفاعات تحيد، تعود بسرعة الى اماكنها، واقحام لمعتصم عبد الواحد في هذه العملية الهجومية. 12-11 إذن، وفرصة أخرى أمام العربي لتعديل الأوتار. معتصم عبد الواحد يتحرك جيدا على قدميه هذا اللاعب. الماتلاس إيفان، معتصم عبد الواحد، شاهد المحاصرة اللصيقة على باسل عوض، يعلم جيدا فريق تحيل قيمة هذا اللاعب، يعني بدون كرة كذلك يحاول أن يدفع ويجلب معه أكبر عدد ممكن من لاعبي الدفاع وفسح المجال. ممتازة وذكية جدا، ذكية من باسل عوض في وقت الحديث عن هذا اللاعب، يتألق ويتعمق في الكرة الأخيرة أيضا، وينجح في تعديل الكفة 12-12، أقل من 5 دقائق في عمر هذا الشوط الأول، أقل من 5 دقائق في عمر هذا الشوط الأول، والكرة الآن لنادي تحيل. قد يندم كثيرا على هذه الدقائق نادي تحيل التي فرط فيها في أسبقية الهدفين، وفرط فيها في هذه الكرة كذلك التي قد تمنح الأسبقية للعربوية. تعود الكرة للعربي، إيفان نماتلاس، البحث عن باسل عوض، متابعة من لاعبي دفاع، الخطأ موجود، ورمي 9 أمتار. طبعا نسق ورتم سيكون عالي في هذه الأيام في ظل برنامج الجولتين في كل أسبوع، وخاصة بالنسبة للوكرة وتحيل المقبلين على مشاركة قارية ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد بعد حوالي الشهر ونصف الشهر هناك في الكويت. إيفان ماتلاس، هاني مروان كاخي، التصدي، الخطأ موجود، مسبقة بخطأ، وتعود برمي 9 أمتار. حتى اللحظة النتيجة الحاصلة والتي تشير إليها اللافتة المتواجدة في صالة التحليل الرياضية تؤكد بأن المباراة ستكون مثيرة في شوطها الثاني. طبعا التحليل يدخل هذه المباراة يتخلف بفارق نقطة عن المتصدر الوكرة، لكنه يعلم جيدا بأن الوكرة انتصر في مباراته الافتتاحية وعمق الفارق، يعني العثرة بالنسبة لنادي تحيل قد تكلفه الكثير في بقية المشوار. استئناف العبرين وتنفيذ رمي 9 أمتار مع دخول العربيوي فواز عبد الله، محاولة جريئة جدا من إسماعيل حمد، جريئة وجميلة للغاية من إسماعيل حمد. إذن تنعش الأمير العربوية وتحلق بالفانيلة الحمراء والبيضاء في هذه اللحظات مع تبقي أقل من 3 دقائق في عمر شوط المباراة الأول. الكرة لنادي التحيل، 13-12، جوفانش يجد نادي التحيل الكثير من الصعوبات في هذه اللحظات. المتابعة، تسديدة قوية، ينجح في مغالطة علي جربة. إذن 13-13، التعادل مجددا. والكرة الآن بمصلحة الكتيبة العربوية، معتصم عبد الواحد، إيفان زماتلاس،
معتصم عبد الواحد يعني مروان كاخي. إيقاف للعب الآن بطلب من الحكم علي اليزيدي، حكم نهائي بطولة كرة اليد العالمية الشاطئية في ثلاث مناسبات ثلاث نسخ. شرف السفيرة القطرية في تلك المحافل الدولية آخرها في كازان الروسية. الكرة الآن لمعتصم عبد الواحد، إيفان زماتلاس، هاني مروان كاخي، الخطأ موجود، تعود برمي 9 أمتار. إيفان ماتلاس، معتصم عبد الواحد، إيفان، هاني مروان كاخي، غانم مبارك في تنفيذ رمي 9 أمتار. إيفان ماتلاس قوية في الزاوية المعاكسة السفلى، ينجح من خلالها في إحراز الهدف 14 للعربي. 14-13 إذن فارق هدف لمصلحة الكتيبة العربوية. وبداية العد التنازلي لنهاية شوط المباراة الأول مع تبقي أقل من دقيقة في عمر هذه الجولة الأولى لهذه المباراة. الهجمة الآن لنادي تحيل، إما التعادل وإما عكس الهجوم للعربوية وتعميق الفارق إلى الجناح حرا طليقا أمام علي شربة، ينجح في تعديل الكفة إذن بن راشد، ينجح على الدين نبيل بن راشد في تعديل الكفة 14-14. وآخر 25 ثانية قد تكون الفرصة الأخيرة والهجمة الأخيرة في عمر هذه المباراة. إيفان زماتلاس، معتصم عبد الواحد، يمر الوقت، تمر الثواني، باسل عوض محاولة المراوغة، الخطأ موجود، آخر 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، معتصم عبد الواحد، تسديد في الأنفاس الأخيرة قوية من معتصم عبد الواحد إذن، وتنجح من خلال هذه الكرة الكتيبة العربوية في إحراز الهدف 15 وإنهاء شوط المباراة الأول متقدمة على نادي تحيل وصيف الدوري حتى اللحظة بفارق هدف. لنا عودة مشاهدينا الكرام إن شاء الله مع بداية شوط المباراة الثاني لقمة الجولة 7 للدوري القطري لكرة اليد. إلى اللقاء.
مشاهدي البث الفوري والمباشر وستريمينغ الخاص بالاتحاد القطري لكرة اليد عبر موقع الرسمي على شبكة الانترنت، أهلا وسهلا بكم في بداية نقل هذا الشوط الثاني لقمة الجولة السابعة على الدوري القطري لكرة اليد بين نادي طحيل ونظيره العربي. العربوية تقدموا مع نهاية شوط المباراة الأول بفارق هدف يتيم 15-14، وطبعا سنشاهد مباراة من العيار الثقيل في نصفها الثاني في ظل الحماسة والإثارة في شوط المباراة الأول، وأكيد بأن التحيل لن يرضى بأن يتسع الفارق بينه والمتصدر متصدر الترتيب العام طبعا الوكر الذي انتصر في رفع الستار على هذه الجولة على حساب نظيره الأهلي. الكرة الآن لمصلحة العربي، معتصم عبد الواحد في قيادة هذه الهجمة إلى ياني مروان كاخي، معتصم عبد الواحد يعطي الكرة إلى إيفان زماتلاس، هاني مروان كاخي معتصم عبد الواحد إيفان زماتلاس، معتصم عبد الواحد إلى الجناح إيفان زماتلاس، البحث عن الثغرات في الدفاعات التحيلية، الكرة مجددا إلى حمد علي وينجح إذن في إحراز الهدف 16، فارق هدفين للنادي العربي. محاولة الرد السريعة من التحيل، علي جربة في التصدي، الخطأ موجود في هذه العملية، نعم الكرة والخطأ هذه موجود في هذه العملية إذن، والكرة ستعود برمية 7 أمتار لمصلحة نادي طحيل. إذن نجح العربي في إحراز أولى أهدافه في هذه الجولة الثانية، في حين ينتظر نادي طحيل اللاعب عبد الله حافظ رمضان من أجل تعديل الأوتار في شوط المباراة الثاني. نتحدث بما أنه الفارق هدفين حتى اللحظة، يتقدم عبد الله حافظ رمضان أمام الحارس العربي وينجح إذن في إحراز الهدف 15. 16-15، بداية سريعة، نسق مرتفع يعد بالكثير في هذا الشوط الثاني، وطبعا نتمنى أن نشاهد مباراة قوية في رداتها الأخيرة، مباراة مثيرة. هذا هو الدوري القطري لكرة اليد، كم هم كثر المحللون وكم هي كثيرة تلك الآراء التي حصرت اللقب بين الوكرة وأتحيل لقب الدوري طبعا، لكن قد يكون العربي الحصان الأسود في هذه النسخة، قد يقول لهذه الثنائية ولهذا الصراع المزدوج. دانيال ساريتش في التصدي، لكن الامتلاك لا يزال عربوي. كرة ستعود برمي 9 أمتار إذن، مع مطالبة بمسح أرضية القاعة بعد التدخل الأخير. الدقائق هي 3 مرت في عمر هذا الشوط الثاني. ذكر بأنه هذه هي المسابقة الثانية في هذا الموسم، بعدما تعرفنا على بطل كأس الاتحاد طبعا والتي فاز بها الأهلي على حساب العربي في الجولة الأخيرة. هذا هو الدوري، هذا هو أغلى الألقاب طبعا، نادي الريان 14 لقب، السادس 9 ألقاب، الأهلي 4، نادي قطر لقبين، الجيش 4، الأخوية لقب. هكذا تتوزع ألقاب هذه المسابقة نسخة الموسم الماضي. كانت لتحيل الوكرة كان في المركز الثاني، وفي وقت الحديث عن الحصان الأسود الريان لعب دورا مثيرا في نسخة العام الماضي، وكاد قاب قوسين أو أدنى أن يمنح اللقب للوكرة، أحرج في مبارتيه أمام التحيل حامل اللقب في النسخة الماضية. استئناف للعب الآن، والكرة لنادي التحيل، أمين نور الدين كحايس، عبد الرحمن شعبان، كحايس لعبد الرحمن شعبان، البحث عن لعب الدائرة، تعود بفاست بريك لمصلحة العربي، تمريرة بدون عنوان كانت في اتجاه هاني مروان كاخي، لكن العودة السريعة، وهذا علي جاربة تألق في شوط المباراة الأول ويتألق في شوط المباراة الثاني. الحماس متوفر وجرعة الأدريانين تزداد مع بداية شوط المباراة الثاني إذن، والهدف ممتاز من الجناح، ينجح حمد علي العربيوي في مغالطة العملاق المتألق
دانيال ساريتش الرقم الصعب في حراسة المرمى على المستوى العالمي. إذن 17-15 العربي يتقدم بفارق هدفين. أكيد بأنه عيون الوكرة في هذه الصالة تمني النفس بانتصار عربوي حتى تأخذ أسبقية مريحة نوعا ما في صراع التتويج. كرة بدون عنوان والتصدي من علي جربة في الكرة الأخيرة. أوه ماذا تفعل يا علي يا جربة في هذه اللحظات؟ ينصب نفسه بطلا لهذه الدقائق الأولى في عمر شوط المباراة الثاني، ويمنح فرص تاريخية لزملائه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي طحين. معتصم عبد الواحد، إيفان سباتاس، هاني مروان كاخي يتحرك جيدا. معتصم عبد الواحد البحث عن لعبة دائرة بسرعة، وهذا الخطأ موجود، موجود الخطأ. نعم الخطأ موجود، ورمية 9 أمتار في تنفيذها باسل عوض. معتصم عبد الواحد، هاني مروان كاخي، إيفان زماتلاس، هاني مروان كاخي. محاولة المراوغة، يجبر المدافع على ارتكاب الخطأ. إيقاف للعب ومطالبة بمسح أرضية القاعة طبعا. درجات الحرارة طبعا عشرينية في مثل هذه الفترة من كل عام في قطر. معتصم عبد الواحد، باسل عوض، تمريرة خاطئة تعود بهجمة لمصلحة نادي طحين. عكس الهجوم ينجح، ينجح أخيرا أحمد مددي في مغالطة الحارس علي جربة، ويتحصل علي جربة في هذه الكرة الأخيرة. الهجمة الآن عربوية. هاني مروان كاخي إلى معتصم عبد الواحد، إيفان زماتلاس، سلسلة من التمريرات والبحث عن الثغرة في دفاعات نادي طحين. شيدوا جيدا باسل عوض، ماذا يفعل وكيف يحاول أن يمسك بدفاعات طحين، وبهذه الكيفية ينجح إذا في فتح الثغرة لمصلحة العربي، وهدف أكثر من رائع. ليس من السهل أن تسجل بمثل هذه الكيفية في مرمى الحملاق دانيال ساريتش. الرد سريع من نادي طحين 18-17، حقيقة ناقوس الخطر يداهم نادي طحين في هذه المباراة حتى اللحظة. لو أن الوقت مازال في كرة اليد 23 دقيقة، الكثير من الوقت في هذه اللعبة. معتصم عبد الواحد، هاني مروان كاخي، معتصم عبد الواحد، إيفان زماتلاس، المعتصم إلى إيفان يحاول الارتقاء، التمرير هاني مروان كاخي إلى باسل عوض. جميل المتابعة والاستبسال من باسل عوض في الكرة الأخيرة، ينجح من خلالها في حراس الهدف 19 للعربوية، وفارق الهدفين 8 دقائق أولى في عمر شوط المباراة الثاني. الكرة لنادي طحين، سلسلة من التمريرات الآن. عبد الرحمن شعبان ينجح، ينجح بتسديدة ذكية، ذكية جدا هذه التسديدة، يعني عكس سيق الحارس علي جربة في زاوية معاكسة، ينجح من خلالها في إحراز الهدف 18 لنادي طحين، ويقلص الفريق إلى هدف. وتعود الهجمة الآن للعربي. معتصم عبد الواحد إلى هاني مروان كاخي، المعتصم هاني مروان ثابت، ثابت على قدميه هاني مروان كاخي. شهدنا أداء ممتاز لهذا اللاعب خاصة خلال فعاليات كأس الاتحاد.
غانم مبارك في تنفيذ رمي 9 أمتار. معتصم عبد الواحد يقوم بتقديم النصائح والتعليمات بشأن تنفيذ هذه الهجمة في ظل صعوبة اختراق دفاع تحيل. محاولة اللعب على لعب الدائرة طبعا من ألطاف الله بالنسبة لنادي العربي، كان هناك لمس بالساق للكرة الأخيرة. غانم مبارك في التنفيذ إلى معتصم عبد الواحد، هاني مروان كاخي، إيفان زماتلاس، محاصرة لصيق وتنبيب اللعب السلبي، ضرورة اللعب السريع لهذه الكرة. إيفان زماتلاس حقيقة هذا اللعب كان قام بتسديدات قوية خلال شوط المباراة الأول، كانت تسديدات مؤثرة، وينجح في هذا الشوط الثاني إذن في إحراز الهدف العشرين وإمكانية تعميق الفارق إلى 3 أهداف لمصلحة العربي مع مرور ثلث توقيت شوط المباراة الثاني. تشتعل المباراة إذن، لكن الملاحظ نقولها حقيقة، التحيل غائب عن توهجه، غائب الحماسة كذلك في صفوف لاعبيه التي شاهدناها في مباراة الموسم الماضي وبداية هذا الموسم. يعني حقيقة الفريق حتى اللحظة بدون روح، نقولها باحتراز، لا نعلم ما الأسباب. تغير المدربون في هذا الفريق، طبعا كان مضطرا في تغيير المدرب مؤخرا، لكن لا نعلم ما الذي سيحدث في بقية هذا الموسم. الكرة لنادي تحيل، الرد السريع وينجح، ينجح إذن تحيل في تقليص الفارق إلى هدف 20-19. والعربي كان أمام فرصتين لتعميق الفارق إلى 3 أهداف وعجز عن تحقيق ذلك. الكرة الآن للعربي 20-19، نتيجة جيدة أمام مرشح بارز للتتويج باللقب التحيل، الفريق الذي كما قلت ولد للتتويج، ولد للمنصة، ولد للألقاب. هاني مروان كاخي، محاولة التمرير بدون عنوان، هو الحكم علي اليزيدي الحكم المونديالي يعلن العودة إلى الخطأ، ورمي 9 أمتار. يطالب هاني مروان كاخي كذلك بعدم الاحتجاج على القرارات. غانم مبارك، معتصم عبد الواحد الى ايفان زماتلاس، المعتصم الى هاني مروان كاخي، البحث عن مراوغة ممتازة من هاني والرفعة جميلة لكنها جانبية والخطأ موجود. يعني احتجاجات اللاعب لم تخرج عن النص ولم تخرج عن التركيز. هذا اللاعب حقيقة لاعب مؤثر في التشكيل العربي، قيمة فنية كبيرة لهذا اللاعب، تابعناه وشاهدناه في البطولة العربية الأخيرة في سقيط الزيتة التونسية. هذا بس العوض التسديد، ودانيال ساريتش يقول لي، يقول لي لبس العوض والرد السريع، لا يرحم التحيل، لا يرحم في هذه العملية الأخيرة. ولعب الدائرة غانم مبارك إذن يستبعد بدقيقتين إثر هذا التدخل الأخير، والذي يستحبه تعديل الكفة. إذن 20-20 منقوص عدديا النادي العربي، وكالعادة العربي لا يعترف من خلال مدربه الجزائري بالنقص العددي، دائما ما يعتمد على لعب إضافي، لكنه أكيد حذر في التدريبات وفي التمارين بشأن ضرورة إكمال الهجمة على أتم صورة، على أفضل صورة. هاني مروان كاخي، باسل عوض، ورمي 9 أمتار. إيفان زماتلاس، المعتصم عبد الواحد، هاني مروان كاخي، إيفان زماتلاس، هاني مروان كاخي، واستبعاد هذه المرة بدقيقتين في تشكيلة تحيل.
سمعت في تشكيل تحيل خالد علي أيضا. إيفان زماتلاس، معتصم عبد الواحد إلى إيفان، إيفان إلى هاني مروان كاخي، تسديدة جميلة جدا بين ساقي اللاعب دانيال ساريتش، ينجح في مغالطة الحارس العملاق ويعيد الأسبقية للعربي 21-20. الكرة لنادي التحيل الآن، عبد الرحمن شعبان، أمين نور الدين كحايس، عبد الرحمن شعبان، التسديد والتعديل 21-21. ينجح في مغالطة الحارس علي جربة في هذه الكرة الأخيرة. هذه هي أطوار هذه المباراة. هاني مروان كاخي، إيفان زماتلاس، معتصم عبد الواحد، إيفان قوية، لا ليس بمثل هذه الكيفية يا إيفان، تغالط الحارس دانيال ساريش، وأنت يا إيفان ابن البلقان، حيث ترعرع دانيال ساريش وقدم الكثير لهذه اللعبة. انتصاف شوط المباراة الثاني وإمكانية خطف التحيل لأول أسبقية خلال فعالية شوط المباراة الثاني بالنسبة لي نادي التحيل. عبد الرحمن شعبان، أمين نور الدين كحايس، محاولة تسديدة قوية جدا، قوية هذه الكرة الأخيرة والأسبقية الأولى منذ انطلاقة شوط المباراة الثاني لمصلحة نادي التحيل. 22-21 وتايم أوت. تايم أوت إذا 22-21 التقدم لمصلحة نادي التحيل. العربي يطالب بهذا الوقت المستقطع، المدرب الجزائري سيسعى لإعادة ترتيب البيت، إعادة ترتيب الأوراق. يعني تقدم بفارق هدفين وأضاع فرصة التقدم بفارق 3 أهداف في العديد من المناسبات. 22-21 وسنشاهد مدى تأثير هذا الوقت المستقطع على بقية رديات اللقاء. هل ينجح العربي في العودة أم أن المدرب الفرنسي لنادي التحيل سيغير ويقلب المعطيات ويوسع الفارق تدريجيا إلى غاية الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء. الكرة الآن للنادي العربي باسل عوض، إيفان زماتلاس، هاني مروان كاخي، عكس الهجوم، عبد الرحمن شعبان، هذه هي الدقيقة المنعرش في هذه المباراة. أمين نور الدين كحايس، الدقيقة 15 هي الدقيقة المنعرش في هذا اللقاء، هي الدقيقة التي قلب فيها التحيل تأخره إلى تقدم بفارق هدفين، ومن شبه المؤكد بأنه لن يتنازل عن هذا التقدم لأنه لا يرحم. قلت التحيل لا يرحم عندما تقدم له مثل هذه الهدايا في مبارياته في الدوري. معتصم عبد الواحد، قوية من إيفان سماتلاس، قوية، الرد سريع في الزاوية 90 المعاكسة للحارس دانيال ساريتش، خطأ، تعود مرة أخرى للنادي العربي. والدقيقة 16 تعلن بأنها دقيقة العربي في هذه اللحظات، ترد على الدقيقة 15 والكرة الآن لباسل عوض، يعني مروان كاخي، معتصم عبد الواحد إلى إيفان زماتلاس، يعني مروان كاخي، إيفان زماتلاس
المعتصم عبد الواحد الخطأ موجود في العملية الأخيرة. المعتصم يحاول المراوغة والتوغل الفردي والمتابعة والمحاصرة اللصيقة. الكرة عربوية تاذية. دانيال ساريتش إلى نادي الطحين. أحمد محمد مددي، أمين نور الدين كحايس، عبد الرحمن شعبان، أمين نور الدين كحايس، عبد الرحمن شعبان. الهجمة لنادي الطحين ثانية القائمة حتى اللحظة في سلم الترتيب العام للدوري. الخطأ موجود ورمية 7 أمتار وإمكانية استعادة الأسبقية بفارق هدفين لمصلحة نادي الطحين. وتغيير الحراس، خروج لعلي تجربة ودخول لحسين مراد. هل ينجح حسين مراد في التصدي لهذه الرمية؟ رمية 7 أمتار، الكرة لنادي الطحين والتصدي. نعم ينجح حسين مراد، خير بديل للعملاق علي تجربة في هذه الكرة الأخيرة، مهمة جدا، كرة ثمينة. ترفع من معنويات لاعبيه وتعيدهم لخريطة المنافسة على النقاط الثلاث هذه المباراة. المعتصم عبد الواحد، ياني مروان كاخي، باسل عوض، نعم سيدي الحكم، والخطأ موجود في هذه العملية الأخيرة. وتعود الكرة برمية 9 أمتار. باسل عوض إلى إيفان زماتلاس، تسديدة قوية من بعيد لكنها سهلة بعد تدخل الدفاع، سهلة بين يدي دانييل ساريتش. مرة أخرى تحيل أمام فرصة تعميق الفارق إلى هدفين. الهجمة لنادي تحيل، عبد الرحمن شعبان في قيادة العملية الهجومية الآن لكتيبة تحيل. مطالبة بمشي بالكرة لم يعلنها الحكم في هذه اللقطة الأخيرة. لاعبو العربي طالبوا بالمشي بالكرة لكن أعلن الخطأ طبعا. ورمي 9 أمتار لمصلحة نادي الطحين. أمين نور الدين كحايس، أمين نور الدين كحايس، التمرير إلى شعبان وتسديدة علي تجربة في التصدي. يعود الأمل العربي في تعديل النتيجة عن طريق إسماعيل حمد. وتوقف للعب يستغله المدرب الجزائري للنادي العربي للحديث الثنائي مع إيفان زماتلاس، أكيد بأنه يعطي تعليمات لهذا اللاعب بعدما شاهد بعض الرعونة في أدائه خلال اللحظات الأخيرة. يعني إيفان زماتلاس طول قامة وتسديدات قوية لهذا اللاعب، بإمكانه أن يقدم أكثر لمصلحة العربي في بقية المباريات، في بقية ردات هذا اللقاء أيضا، ولو أنه غير متعود على الأجواء هنا في كرة اليد القطرية. يعني مروان كاخي، التمرير، بهلوانية فرجوية هذه العملية ينجح من خلالها يعني مروان كاخي في تعديل الكفة 23-23 والتايم أوت إذن بطلب من مدرب نادي الطحين. مع تبقي أقل من 10 دقائق في عمر هذه المواجهة، العربي فرض نسقه في هذه المباراة، أجبر نادي الطحين على احترامه في هذه اللحظات وقدم الكثير في هذه المواجهة. إذن وننتظر الأنفاس الأخيرة ولمن ستصب النقاط الثلاث، أما أن كلاهما سيرتضيان نقطة التعادل أو نقطتي التعادل طبعا.
سيعود اللاعب الآن في هذه اللحظات، والهجمة لنادي تحيل. الكرة لنادي تحيل الآن. أمين نور الدين الكحايس، عبد الرحمن شعبان. عبد الرحمن شعبان، أمين نور الدين الكحايس، أحمد محمد مددي، التسديد. هاني مروان كاخي يستبصر في هذه العملية. إيفان سمعت لاس، إيفان ماذا يفعل ابن القان إيفان في هذه السالة الآن؟ يقلب المعطيات ويشعل النيران في دكة احتياط نادي العربي حماسة وإثارة في هذه اللحظات. 24-23، إذن أقل من 9 دقائق على نهاية هذه المباراة. التقدم عربي، نتيجة مثيرة حقيقة. العربي يستحق لقب البطل في هذه المباراة مهما كانت النتيجة. ربما أراء المحللين المتابعين يعلمون جيدا بأن موازين القوى تختلف بين الأندية في هذا الدوري. الوكرة وتحيل دائما في الصدارة في ظل الأسماء الرنانة واللامعة والنجوم الموجودة حتى في دكة احتياط الفريقين، لكن العربي يثبت بأنه حصان أسود، بأنه قادر على منافسة الكبار حتى اللحظة. وهذا الرد السريع من نادي تحيل. 24-24، التعادل عادل حتى اللحظة في هذه المباراة، لكن لا نعلم ما تخفيه بقية الردهات واللحظات. الكرة الآن لمعتصم عبد الواحد في صناعة اللعب. فواز عبد الله، هاني مروان كاخي، معتصم عبد الواحد، فواز عبد الله. تتعدد الرميات والتمريرات، والكرة لهاني مروان كاخي. التصدي، الزاوية كانت مفتوحة أمام هاني مروان كاخي، لكنه لا يحبذ مثل هذه التسديدات وهذه الوضعيات. هاني مروان كاخي لاعب يحبذ التسديدات من بعد، التسديدات القوية، لكن التوغل من الأجنحة ليس بالميزة لهذا اللاعب. وكذلك لا نخفي دور الحارس دانيال ساريتش في هذه العملية الأخيرة وفي هذا التصدي الأخير. الكرة لنادي تحيل، عبد الرحمن شعبان، التسديدة جانبية الكرة الأخيرة. إيفان سماتلاس يحاول التسريع في النسق، يعلم جيدا بأنه دفاعات تحيل دفاعات حسينة في هذه اللحظة، تتحرك جيدا، محاصرتها لصيقة ورقبتها قوية. حاول أن يجد الثغرة من خلال هجمة معاكسة، لكن عودة سريعة لدفاعات تحيل في الكرة الأخيرة ورمية 9 أمتار. تنفذ الآن هاني مروان كاخي إلى فواز عبد الله، معتصم عبد الواحد، فواز. هاني مروان كاخي، فواز. هاني مروان كاخي، المعتصم عبد الواحد، فواز عبد الله يحاول الاختراق، والكرة تعود برمية جانبية لمصلحة العربوية. فواز عبد الله، معتصم عبد الواحد، هاني مروان كاخي. تنبيه باللعب السلبي من الحكم علي اليزيدي، والخطا موجود وإيقاف للعب بعد هذا السقوط الأخير لهاني مروان كاخي. 23 دقيقة 47 ثانية، هكذا هو التوقيت في اللافتة. فواز إيفان سمدلاس مع تنبيه باللعب السلبي. هاني مروان كاخي، صعبة هذه الكرة. هاني مروان كاخي، ضرورة التسديد، تضيع الكرة، لعب سلبي، ذن ضيع الكرة. كان مطالب إيفان سمدلاس أو هاني مروان كاخي التسديد بأي كيفية، يعني خلاص نبه الحكم باللعب السلبي وضاق التوقيت عليهما. الكرة الآن لنادي تحيل. 24 دقيقة مرت على شوط المباراة الثاني، آخر 6 دقائق.
في عمر المباراة. عبد الرحمن شعبان، أمين نور الدين كحايس، وتضيع الكرة تعود بهجمة معاكسة للنادي العربي. فواز عبد الله، أوه المعتصم عبد الواحد قد يكون أغنى الأهداف في هذا الشوط، شوط المباراة الثاني، والتقدم 25-24 مع تبقي 5 دقائق في عمر هذه المباراة. الكرة لنادي الطحيل، أمين نور الدين كحايس. هذه النتيجة قد يسعد بها الوكروية أكثر من سعادة النادي العربي. أمين نور الدين كحايس المحشبي يأخذ مكانه الآن. كحايس ضايع الكرة بكيفية غريبة، وهجمة معاكسة للنادي العربي، يشعلها 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 حمد علي، يشعلها في هذه السارة في هذه اللحظات. فارق 3 أهداف أو فارق الهدفين 26-24. واستئناف اللعب الآن 26-24 للعربي. سيناريو رائع بالنسبة للكتيبة العربوية في هذه المباراة. دكة احتياط العربي تطالب زملائها المتواجدون بالقتال بالمحاصرة اللصيقة بالدفاع في هذه الهجمة. المتابعة من باسل عوض، استمعوا جيدا لصيحات وتفاعل لاعبي العربي مع كل مسك مع كل إيقاف لهجمة لنادي الطحيل. المحشبي في محاولة التمرير، ضايعة من المحشبي، باسل عوض إلى فواز عبد الله. فواز، الخطأ موجود، ماذا سيقول الحكم في هذه العملية الأخيرة؟ أكيد بأنه الاستبعاد واضح في هذه الهجمة. والحمراء، نعم يشهر الحكم الحمراء. مع بطاقة زرقاء، يعني يوجد تقرير إثر نهاية اللقاء بعد هذه العملية وتدخل عبد الرحمن شعبان في هذه الكرة الأخيرة. إذن هذه الدقيقة دقيقة حاسمة بالنسبة للعربي. دعوني أشاهد جدول الترتيب العام إذن كيف ستصبح الأمور إن اكتملت بمثل هذه النتيجة. الوكرة 21 نقطة، الطحيل في صورة الخسارة 18، والعربي في صورة الفوز يصبح 16 نقطة. يعني كما قلت مسبقا بأنه أكبر السعداء في هذه المباراة وبهذه النتيجة سيكون الوكرة ومدربه آمن القفصي، سيعطيه أريحية نوعا ما في بقية المشوار، راحة نفسية بالنسبة للاعبيه. رمية 7 أمتار، دانيال ساريتش قد تكون أهم رمية في هذه المباراة بالنسبة لدانيال، لكنها تنفذ بلقطة فنية بعملية فنية بثقة في النفس. يعني أن تكون لاعب مثل حمد علي وتسدد رمية 7 أمتار في توقيت قاتل قبل 4 دقائق من نهاية مباراة أمام نادي طحيل، نادي يلعب من أجل الألقاب، وأمام حارس بقيمة وحجم وخبرة دانيال ساريتش، وأن تنفذها بتلك اللقطة الفنية، فحقا لك علامة الامتياز في هذه المباراة. إذن و 27-24 التقدم لمصلحة العربي مع تبقي قل من 4 دقائق في عمر شوط المباراة الثانية وعمر هذه المباراة. التقدم إذن للعربوية 27-24. والكرة الآن ستعود لنادي الطحيل، مهمة صعبة ولو أنه 4 دقائق.
توقيت طويل في لعبة كرة اليد. ويمكن قلب المعطيات خلاله. لكن هل يتراجع العربي؟ هل يساوم؟ هل يتراخي؟ الكرة لنادي تحيل. تحيل إذا في صراع أمام التوقيت وصراع أمام العربي وأمام النتيجة في هذه اللحظات. أمين نور الدين كحايس الباحث عن الحلول. نعم ينجح. يعني تايمينج الهجمة ممتاز بالنسبة لنادي تحيل. سجل سريعا. لكن المعضلة الأكبر هي عدم قبول الأهداف بالنسبة له في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق. 27-15 التقدم عرباوي. إيفان سماتاس المعتصم عبد الواحد هاني مروان كاخي حركة هكذا يطالب المدرب الجزائري لاعبيه بالتحرك أكثر. حركة والكرة الآن لمعتصم عبد الواحد. إيفان سماتاس هاني مروان كاخي إلى الجناح. ينجح إذن ينجح الجناح إسماعيل حمد في إحراز الهدف 28 للعربي. هدف مهم جدا في هذا التوقيت. الرد السريع نعم بالنسبة لنادي تحيل ناجح في الرد السريع ناجح في إدارة التوقيت. لكن المعضلة كما قلت تبقى عدم قبول الأهداف في هذا الوقت. هذا الأمر الصعب بالنسبة له لو أنه يمتلك حارس خبرة يمتلك حارس بقيمة فنية كبيرة جدا إنه دانيال ساريتش. الكرة لهاني مروان كاخي معتصم عبد الواحد إيفان سماتلاس هاني مروان كاخي إيفان سماتلاس إلى مرة أخرى الجناح لا يساوم لا يساوم الجناح العرباوي إسماعيل حمد بطل هذه اللحظات وهذه الدقائق. يعيد الفارق إلى نسابه 3 أهداف 29-26 أقل من دقيقتين على نهاية هذه المباراة. أمين نور الدين كحايس المحشبي البحث عن لاعب الدائرة ضايع الهجمة ويضيع مع التوقيت. الكرة للتحيل دقيقة ونصف الدقيقة. المحشبي والهدف يأتي يأتي الهدف إذن 29-27 دقيقة وعشرون ثانية 80 ثانية بالضبط على نهاية هذه المباراة. إيفان سماتلاس فواز عبد الله هاني مروان كاخي لابد بالنسبة للعربي عدم إذاعة هذه الفرصة وكذلك أخذ جل الوقت الزمني في تنفيذ هذه الهجمة. كل ما يمر الوقت كل ما يكون في مصلحته. تنبيه باللعب السلبي هاني مروان كاخي محاولة فردية جميلة جدا من هاني مروان كاخي يتألق ويتعاملق في هذه العملية الأخيرة وينجح في إحراز الهدف 30. نقول صراحة المبروك للعربي الفوز في هذه المباراة وهذا هدف تذليل الفارق لنادي تحيل مع تبقي نصف الدقيقة على نهاية هذه المواجهة 30-28 للعربي. فواز عبد الله إيفان سماتلاس إيفان سماتلاس يتحرك هاني مروان كاخي إلى محمد علي والتايم اوت بالنسبة للعربي قبل 22 ثانية من نهاية هذا اللقاء. قلت العربي إذن يسير رويدا رويدا نحو تحقيق نصري الرابع في هذه البطولة مقابل 3 هزائم مقابل هزيمتين عفوا فقط وتعادل وحيد بالمقابل تحيل. يسير نحو خسارته الأولى مقابل تعادل وحيد وخمسة انتصارات حتى اللحظة في حين تبقى العلامة الكاملة والامتياز للوكرة بسبعة انتصارات على التوالي. لم يتذوق الوكرة سوى طعم النصر منذ انطلاق هذه البطولة. نهاية الوقت المخصص للتايم اوت واستئناف اللعبة الآن
للنادي العربي. أكيد سيحاول إنهاء الهجمة في توقيتها، وسنشاهد شد أعصاب في هذه اللحظات. الكرة إلى فواز عبد الله، فواز عبد الله، تضيع الكرة بكيفية غريبة. ماذا يفعل العربي؟ والهدف، هدف تبديل الفارق قبل 8 ثواني من نهاية هذه المباراة. والوحش بيطالب زملائه بالضغط أكثر على لاعبي العربي من أجل ارتكاب الأخطاء. غريبة الكرة الأخيرة، غريبة وعجيبة حقيقة. بس العوض إلى فواز عبد الله، التسديد آخر ثانية وتنتهي المباراة. إذن تنتهي المباراة بفوز العربي 30-29 على حساب نادي طحيل في مباراة مثيرة، مباراة استحقت لقب القمة في هذه الجولة. إذن مشاهدينا الكرام، لنا متابعة إن شاء الله في الجولة المقبلة، الجولة الثامنة لهذا الدوري، ونترككم كذلك مع ستريمينغ الخاص بالمباراة المقبلة وإسدال الستار على هذه الجولة السابعة في مواجهة تجمع الغرافة بنادي الخور. لنا لقاءات أخرى إن شاء الله.